بسم الله الرحمن الرحيم. الاخطاء الشائعة ان انا ادي لون العنصر غير لون اللير، زي ما حضرتك شايفين الحاجات ديت المفروض انها ارش لون 8، لا هي واخده لون ريد منفصل. الاصل ان انا اخليها باين لير، بس انا اعمل العمليه ديت يدوي، وبالذات لما يكون عندي بلوكه لازم ادخل جوه بلوكه بلوكه اقعد اعدل فيها. ففي امر موجود من اول اوتوكاد 2008 اللي هو من موديفاي، بختار شينج تو باي لير، بيخلي كل اللوحة أو الجزء اللي أنا عايزه يبقى باي لير. بعلم عليه على الحاجات اللي أنا عايزها، ممكن أختار سيتنج لو أنا عايز حاجة معينة وأسيب حاجة. أنا أهم حاجة عندي الكولر، بقول له أوكي، بقول له إنتر، بلاقي فعلا إن هو حول لي كل حاجة ودخل جوه كل الليارات وظبطها، بحيث إن كل البلوكات تاخد نفس لون اللير، ما تاخدش لون مستقل. عمرو سليم.